في أسيوط ثالث أكبر جامعة مصرية. هنا يجري مشروع بحثي ألماني مصري في محاولة لإظهار إمكانية تصنيع التبريد من حرارة الشمس. المتطوعون طلاب ومهندسون. شفت المشاريع المعروضة في مجال التبريد والتكييف، أكتر مشروع شدني وجذبني هو المشروع اللي أنا شغالة فيه دلوقتي. طبعاً الأول كان فيه مناقصة على اللي ياخد المشروع، فقدمنا فيها. أنا شركة أصلاً صغيرة في مجال الطاقة الشمسية، فالحمد لله المناقصة رست علينا وبدأنا نشتغل في المشروع. فرأيي بالنسبة للمنظومة ديت إن أنا محظوظ إن أنا بحضر الماجستير في مشروع بالفعل موجود ومحطة ممكن يتعمل لها أوبتمايزيشن، وهيكون ليها مستقبل كبير جدا وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، لأن طبعا عندنا الطاقة الشمسية. المهندس بيتر شفيرت من معهد فراونهوفر الألماني والبروفيسور أحمد حمزة علي من جامعة أسيوط هما المسؤولان عن المشروع البحثي. الهدف من هذا المشروع هو تصنيع التبريد الذي يعد ضروريا لإمكانية العيش والعمل في مصر بطريقة لا تستهلك طاقة كهربائية إضافية. الهدف الرئيسي من المشروع إن الدول العربية ومصر خاصة وقع في منطقة الحزام الشمسي، شدة الإشعاع الشمسي فيها 3 أضعاف اللي موجود في ألمانيا أو الدول الأوروبية، ومع ذلك إحنا بنستخدمش الشمس الاستخدام الأفضل. من ناحية إحنا الشمس العالية دي عملنا مشاكل في درجات حرارة عالية جوه البيوت. لدينا هنا في مصر فائض صاف من حرارة الشمس، هذه الطاقة الحرارية مركزة جداً ويمكن استغلالها لتشغيل عملية التبريد. تم تمويل المشروع من الجهتين، وفيما يتدبر الجانب المصري أمر السخانات الشمسية والخزانات المائية، يسهر الجانب الألماني على أمر برج التبريد. المجمعات الشمسية الموجودة المسطحة في منها نوعين، في نوع منها الفلات وفي نوع منها ذو الأنابيب المفرغة. احنا اخترنا ذو الأنابيب المفرغة على أساس ان هو بيوفر درجة حرارة عالية اللي واحد التكييف عايزاها وثابتة على مدار النهار. الجو بتاعنا في أسيوط شدة الإشعاع عندنا بتوصل لألف وألف ومئتين واط على المتر مسطح في غالب أيام السنة، معناها ان احنا ممكن نشغل جهاز تكييف 18 ساعة في اليوم باستخدام الطاقة الشمسية. في السخانات الشمسية توجد أنابيب تعمل كمجرى للمياه، يسخن الماء ويجري عبر نظام الأنابيب إلى جهاز التبريد الذي يحول الماء الساخن إلى بارد. بمساعدة الماء البارد وعبر جهاز التكييف الاعتيادي يمكن تبريد الغرفة. العمل يسير بشكل جيد وقريباً يثبت نظام الأنابيب المعقد ويتم توصيل ماكينة التبريد. ما يميز آلة التبريد هذه عن آلات التبريد العادية كالثلاجات مثلاً هو أن وسيلة التبريد الوحيدة هنا في الحلقة الداخلية هو الماء. لتوضيح ذلك يمكن أن نضرب مثلاً برجل يلبس شورت سباحة مبلولاً، وعندما يقف في مهب الريح يشعر بالبرودة لأن الماء يتبخر من الشورت. ميزة عملية التبريد هذه تكمن في عدم حاجة الإنسان إلى الكهرباء للتشغيل وإنما إلى الحرارة فقط، والتي تتأتى من المحطة الشمسية. تسخن المياه عبر المسخنات الشمسية المثبتة على السطح وتنقل عبر الأنابيب إلى هذا الخزان، وفي الخزان الثاني يتم تخزين المياه المبردة. الاثنين متصممين بحيث يكفوا تشغيل البيت مساحته 80 متر مسطح لمدة 18 ساعة في اليوم. في شهور السنة الحارة اللي هي شهر 6 و7 و8 جون جولاي أغسطس. ليصبح الماء بارداً يتم امتصاص حرارة الماء في جهاز التبريد الامتزازي، هذه الحرارة يتم نقلها إلى الهواء عبر دورة مياه ثالثة. مياه التبريد تتأتى من آلة التبريد في المختبر عبر الأنابيب لتتقاطر بعدها عبر تيار هوائي ينفخ إلى أعلى عبر مروحة، فيبرد قليلاً عبر التبخر
ليعود بعدئذ إلى الآلة ثانية. الخزانات الحمراء هي أوعية للتمدد، مهمتها منع حدوث الضغط المفرط عند تسخين المياه، لأن المنشأة بكاملها تعمل بكثير من الماء، لذا فهي تبدو أكبر من العادة. بمجرد تثبيت أوعية التمدد، يستطيع الطلاب عند حرارة معتدلة متابعة أعمالهم من المختبر بمساعدة الطاقة الشمسية فقط. احنا طبعاً في منطقة الشرق الأوسط عندنا الطاقة الشمسية، الإشعاع الشمسي عالي جداً، ممكن تبقى حاجة يعني موفرة وحاجة جميلة إن احنا نعمم ده في الشرق الأوسط كله. واحنا إن شاء الله يعني يعتبر ده أول مشروع لينا، ونتطلع لمشاريع تانية إن شاء الله.